إذا ما أردنا أن نتحدث بلغة الأرقام، العساوي والمشهداني، كم هي التوقعات تقريبا لديكم؟ أختي العزيزة، من طرح السيد محمود المشهداني سابقا كان ليس مرشح جهة سياسية أو مرشح حزب معين، وإنما كان بدعم، خلينا نقول إنه هو اليوم ينظر إنه عنده فرصة ورشح. ولكن اليوم الأمور تغيرت، لأنه هذه بعض الشركاء في الإطار التنسيقي وفي كل العملية السياسية، في سواء أخواننا الكرد وأخواننا في بابليون وأخواننا في داخل بعض القوى الإطار، تؤمن بأن مبدأ الأغلبية السياسية هو عرف لابد أنه يحترموه ما يتجاوزوه، ويحترمون الأغلبية السنية. فهذا استحقاق تقدم. واليوم هو إذا كان السيد محمود المشهداني دعم من السيد الحلبوسي، أنا متأكد جدا وكل الأطراف والشركاء السياسيين يعرفون أنه سيحظى بأغلبية مريحة تتيح له النجاح بانتخابات يوم السبت المقبل. نعم. طيب، بالنسبة لموقف الإطار التنسيقي، خصوصا وأنه داعم في كثير من الأحيان للمشهداني، والأنباء تتحدث عن انقسام داخل الإطار، فما هي المعلومات المتوفرة لديكم؟ أختي العزيزة، أنا يعني جواب جنابك انه شركائنا بالبلد اسسوا يعني بعد عام 2003 نعم كان هناك عرف سياسي معمول به انه الاغلبيه الشيعيه هي من تنتخب رئيس الوزراء، والاغلبيه السنيه هي من تنتخب رئيس البرلمان، والاغلبيه الكرديه حسب التوافق هي من تنتخب رئيس الجمهوريه. اعتقد بعض شركائنا في الوطن لا يريدون الانقلاب على العرف السياسي كون هناك انتخابات بعد سنه ونص. في حاله الانقلاب على هذا العرف السياسي، ما معناها انه احنا نروح بالمرحله المقبله ناتي برئيس وزراء من الاقليه الشيعيه. نعم اللي صار اليوم ويا حزب تقدم تحديدا، كانت هناك محاولات واضحه لاستهداف رئيس الحزب واقصائه من مكانه ومن منصبه واستهدافه بصوره شخصيه اعلاميا وعلى كل المستويات. وبالاضافه الى هذا، كانت هناك محاولات لحل هذا الحزب كون هذا الحزب نجح، واليوم اثبت بجداره انه هو موجود على الارض، وهو يمتلك المناوره ويمتلك الذكاء والدهاء السياسي ويمتلك الامكانيه التي تؤهله على اداره الازمات. فنعتقد ان الشركاء داخل المكون الشيعي تحديدا من اخوتنا هم يؤمنون بمبدا العرف السياسي، فاذا انقلبوا على العرف السياسي وهم يعلمون هذا الامر جيدا، ومعناها سيكون هناك خارطة تحالفات سياسية جديدة مقبلة بالمرحلة السياسية المقبلة بالنسبة للانتخابات، وسيكون هناك اختلاف في بعض التوجهات في بعض الأعراف التي هم أسسوها. ف سيذهبون مع مرشح الأغلبية المكوناتية السنية النوعية.